السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير. وفيديو جديد اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات يصلحوا العشاء وكذلك حتى لانش بوكس بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا مع وليداتهم الماكله للمدرسه. فيلا نبداو على بركه الله. في اول وصفه اللي غادي نحتاجوا ليها شويه ديال صدر ديال الدجاج اللي قطعته مكعبات صغيره، غادي نضيف ليه الملحه. بالنسبه للتوابل غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. زدت هنايا عطريه ديال الدجاج، الثوم بودره، الخرقوم عرق اللي كنطحنو على يدي، وهنايا المطاط ملعقه صغيره، وغادي نزيد لاصوص صوجا. بالنسبه للملحه يعني ردوا البال لانكم مستعملين مطاط ولاصوص صوجا كيكونوا ديجا مالحين. غادي نخلط الدجاج مع هاد المكونات ونخليه يترقد جانبا، خليه ساعه ساعتين قبل ما خليتوه كيجي بنين اكثر. خديت هنايا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه جوج حبات ديال البيض يكونوا بحرارة المطبخ، غادي نزيد ملعقة كبيرة ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء، وكاس ديال الماء واحد اخر، يعني جوج الكيسان ديال الماء مع كاس ديال الحليب. هنايا غادي نسم الخليط بشويه ديال الثوم بودره مع شويه ديال الاعشاب المنسمه، كيبقاو على حساب الاختيار ديالكم تقدروا ديروهم او لا. غادي نطحن المكونات جيدا حتى ينسجموا. من بعد غادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي نعاودو نطحنو المكونات مره اخرى حتى ينسجموا مع بعضهم، وهكذا كنحصلوا على الخليط ديال الكريب اللي هما مالحين. هذا هو القوام كيفاش كيكون، كيكون سائل يعني ما تخليوش يكون ثقيل. غادي ندير هنايا مقله على النار، درت فيها شويه ديال زيت المائده، وغادي نشحر فيها جوج ديال البصلات اللي هما كبار قطعتهم رقيق، غادي نخليهم حتى يهبطوا ويبداو يتعسلوا. غادي نضيف عليهم مليحه ابزار، قابلوهم باش ما يتحرقوش. ومن بعد غادي نضيف هذاك الدجاج اللي كنت ديجا شرملته من قبل. صافي كنهبط العافيه وكنبقى نحركو حتى كيطيب ليا الدجاج. من بعد غادي نضيف جوج ديال الحبات ديال الفرماج مثلث، ممكن تضيفوا حتى فرماج ديال ساندويتش حتى هو كيذوب كيعطي واحد التعليكه اللي هي زوينه بزاف. وها هي الحشوه ديالنا صبحات واجده. غادي نخلي الحشوه تبرد جانبا، وخديت مقلاه خاصه بالكريب، غادي ندوز عليها واحد المسحه خفيفه ديال الزيت فقط المره الاولى، وغادي نجيب الخليط. خليو الخليط ديالكم يرتاح باش يعطيكم نتيجه اللي هي زوينه. كنطيب الكريب غير شويه، ما كنخليهمش يتحمروا بزاف لان مازال غادي يطيبوا مره اخرى. صافي كنقلبهم على الجانبين وكنحطهم في منديل، وضروري ما تغطوهم باش ما يقساحوش لكم. غادي نستمر بنفس الطريقه، كنكب تقريبا مقدار ديال المغرفه ديال الخليط. ان فوا كتبان ليا بدات كتنوض من الجوانب كنقلبها على الجهه الثانيه، تقريبا دقيقه لكل جانب. صافي وكنزول لي كريب، ما تخليهمش كما قلت لكم حتى يتحمروا لان مازال غادي يطيبوا مره اخرى. صافي هادو هما لي كريب ديالي كيف ما كتشوفوا، كيجيو خفافين بزاف ورطبين، ضروري ما تغطيوهم. ممكن انكم ديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها في المجمد، من بعد كتجبدوها وكديروا الحشوه اللي بغيتوا، فهكذا كتسهلوا على راسكم الماموريه. الحشوه ديالنا ها هي بردات، وغادي نبداو باش نديروا لهم مونطاج. هنايا غادي نوريكم الشكل الاول، خديت الحبه ديال الكريب غادي ندير فيها الحشوه على هذا الشكل، هذا تقريبا واحد الملعقه ونصف ديال الحشوه، وكنطويها على شكل مثلث. غادي نعاود الطريقه مره اخرى، غادي ندير الحشوه في الوسط، ما تكثروش الحشوه باش ما تخرجش لكم من لي كريب. صافي كنلفها بهذه الطريقه ديال المثلث، ممكن كذلك ديروها بطريقه ديال لي سيغار، طريقه المعروفه. صافي كديروا الحشوه في الوسط وكتلفوها على بعضها. انا غادي نستعمل القلايه الهوائيه لانها سريعه صراحه، وغادي تحمرهم ليا مره واحده. صافي درت الكميه كامله كيف ما شفتوا، لان القلايه عندي حجم كبير 10 لتر، يعني كتهز كميه كبيره، فكنحمرهم من الجهتين كيف ما شفتوا. ممكن انكم ديروهم في الفران وتحمروهم
من الجهتين كيجيو بنانين بزاف ديك الحشوة اللي شفتو معايا، وكذلك كتجي فيهم واحد تقرميشة رائعة. ممكن حتى انكم تدوزوهم في المقلة، لكم الاختيار. وشوفوا معايا ما شاء الله القرمشة كيفاش دايرة، يا سلام. غادي ندوزو الوصفه الثانيه. غادي نحتاج هنايا حبه ديال الفلفله اللي قطعتها مكعبات صغيره. خديت هنا ثلاثه ديال الحبات ديال البصل لانهم عندي صغار، ممكن ديروا غير حبه واحده تكون كبيره. غادي نقطعها كذلك مكعبات صغيره، وفي مقلاه على النار كنوضعوا شويه ديال الزيت، وكنشحروا الفلفله والبصله مع بعضياتهم. زيدوا لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، والنار دائما تكون متوسطه باش ما كيتحرقوش. خديت هنايا صدر ديال الدجاج، قطعته مكعبات صغيره، وغادي نضيفه على الخضره من بعد ما تكون هبطت واحد شويه. غادي نضيف شويه ديال الخرقوم وشويه ديال العطريه ديال الدجاج، ممكن تستغناو عليها ماشي ضروريه، فقط كتزيد واحد اللذه لهذه الحشوه. خديت هنايا بول وغادي ندير فيه جوج ديال الحبات ديال البيض، ربع كاس ديال الزيت او ما يعادل تقريبا ملعقه ونصف، وكاس ديال الحليب. كنخلطوا المكونات مع بعضها مزيان، من بعد كنزيدوا الملحه، نص كاس ديال الفينو او السميد الناعم جدا، كاس ديال الدقيق الابيض او الفورس. غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف في الاخير ساشي واحد ديال خميره الحلويات، وها هو العجين ديالنا صبح واجد. هذا هو القوام ديالو، كيجي تقريبا بحال القوام ديال الكيك. غادي نجيب المول اللي غادي ندخل الفران، دهنوه بشويه ديال الزبده. ممكن تستعملوا اي مول دائري او لا مول ديال الكيك عندكم، دهنوه مزيان بالزبده، وغادي نصب فيه هذاك العجين او داك الخليط. بالنسبه للحشوه ضروري ما تخليوها حتى تبرد مزيان. بعد ما كنصب الخليط كنحاول انني نقادو باش يجيني الشكل ديالو مستوي، ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه، وفي نفس الوقت ياخذ نفس التوقيت في الطياب. وكنوزع عليه الحشوه من الفوق. بالنسبه للحشوه ممكن ديروا اي حشوه كتعمروا بها، البطيبيطات او المسمنات، حشوه اللي تكون كتعجبكم صافي، وتقدروا ديروها هكذا من الفوق. زيدوا زيتون مقطع، طريفه ديال الفرماج اللي بغيتو. صراحه الحشوه كتبقى اختياريه. غادي نحاول انني نوزعها بالتساوي من الفوق، وغادي ندير عليها واحد الرشه ديال الفرماج سواء موتزاريلا او الفرماج احمر، كيبقى حتى هو اختياري. ممكن انكم تستغناو على هذه المرحله هذه صافي. وكندخل المول ديالي للفران اللي يكون مسخن من قبل، كنشعل عليه غير لتحت حتى كنحس بان الجوانب ديالها تحمروا، ومن بعد كنهبطها غير يدوب الفرماج فقط، وكان نخرجها كيجي الشكل ديالها بحال هكذا، فطيره معمره او لا كيش بالعجينه السائله، كيجي لذيذ بزاف بزاف. ضروري تجربوه، كينفع صراحه الوجبات ديال العشاء، وممكن حتى انكم تصيفطوه مع وليداتكم في اللانش بوكس ديالهم. كيتقطع بكل سهوله، ومحدو كيبرد وهو كيزيد يرجع لذيذ. صراحه ما غاديش تستغناو عليه. سبق ليا وجدته معكم في ليمول صغار، كيجي صراحة من ألذ ما يكون.